أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج كريدو جانا سؤال بيقول كده يعني إيه الآية اللي بتقول ملعون كل من علق على خشبة وبيقولوا هل السيد المسيح أصابته هذه اللعنة في الحقيقة أنا هناخد كده قول القديس بولس الرسول اللي يتكلم في الحتة ديت ونرجع للأصل الموضوع كله في الحتة ديت وهو الرسول بولس بيقول كده المسيح افتدانا من لعنة الناموس إصارة لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة هنا الرسول بولس كان بيتكلم في رسالته إلى أهل غلطية واهل غلاطيا دولت اساسا اللي هي مش من اصل يهودي ولكن هم من اصل وثني وقديس بولس الرسول هنا كرز ليهم وامنوا بالسيد المسيح لكن فيما بعد لقى مجموعه من اليهود اللي اصبحوا مسيحيين ذهبوا الى غلاطيا وابتدوا يبلبلوا الناس هناك والايمان بتاعهم فاصبح ان هم بيحاولوا ان هم يرجعوهم تاني ان هم يختتنوا لإن الناس من أصل اللي هم اللي أصبحوا مسيحيين من أصل وثني لم يختتنوا على الشريعة اللي هي بتاعت موسى النبي، لكن هؤلاء الناس اللي أصبحوا مسيحيين من أصل يهودي أرادوا أن يجعلوا الذين من أصل وثني حينما دخلوا المسيحية أن يختتنوا، فالقديس بولس الرسول زعل جدا وابتدى ان هو يتكلم في رساله الأهل غلطية ويوضح الفرق بين الناموس اللي هو كان موجود وبعض التشريعات اللي هي ما تنفعش ان هي تكون موجوده في عصر النعمه عصر الايمان بشخص السيد المسيح وان عمل المسيح والايمان به كان كافيا فابتدى يعمل مقارنات كثيره موجوده في الرساله ديت منها ان هو قال كده المسيح افتدانا من لعنه الناموس الساره لعنه لاجلنا وقال ويكمل كده ويقول ايه لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبه طب ايه موضوع ملعون كل من علق على خشبه ده لما نرجع في سفر التثنية ونلاقي الكلام كده على لسان ربنا بيقول لما يكون حد عمل خطية تستوجب الموت وتم ان هو ان هو قتل اي مات يعني وتعلق على الخشبة فلازم الجثه بتاعته ما تبيتش على الخشبه ديت لانه ملعوم من الله الذي يعلق على خشبه لذلك قال كده لا تنجس الارض التي سيعطيك الرب اياها فانت المفروض ان انت تنزل الانسان اللي هو مات على الخشبه ده ما يبيتش على الخشبه الى المساء او الى تاني يوم وانتم تدفنوه ايه اللي خلى الانسان ده ملعون او الخطيه سببت هذه اللعنه في الاساس لما نرجع لورا شويه وقت خطيه ادم وحواء وهي من سببت كل شقاء وهنا كده نلاقي ربنا لما بيقول لادم بعدما سقط واكل من شجره معرفه الخير والشر هو وحواء فربنا يقول له كده لانك سمعت لقول امراتك واكلت من الشجره التي اوصيتك ان لا تاكل منها قال له كده ملعونه الارض بسببك هتاكل منها بالتعب طول ايام حياتك وهي تخرج لك بيقصد الارض يعني تخرج لك شوكا وحسكا هنا عرفنا ايه مصدر اللعنه، مصدر اللعنه كلها هو عصيان ادم الاول اللي هو ادم اللي هو ابو كل حي واللي جاء منه كل الجنس البشري. هو حينما فعل الخطيه وعصى الله هنا ابتدت اللعنه تدخل ولكن هنا مفارقه آه غريبه قوي ان ربنا ما يلعنش ادم وحواء لانهم هم اصل كل الجنس البشري لان لو الله في الوقت ده لعن ادم نفسه كان لعن كل الجنس البشري في صلب ادم وهنا هيبقى في ملحوظه كده نلاحظها ان لو الله لعن ادم هيلعن صورة الله اللي هو عملها وضحها في آدم وحواء ليه لأن آدم وحواء أو الإنسان في العموم الله خلقه على حسب صورة الله ومثاله فهنا الله لم يرد أن يلعن آدم اللي هو أب كل البشرية لأنه سيلعن الصورة بتاعته اللي هو موجودة في الإنسان وهنا قرر الله أن يجعل اللعنة التي سببها آدم وحواء في الأرض، لعنة الأرض وقال له كده إن الأرض هتخرج لك فيما بعد شوكاً وحسكاً، وأصبح كل ما يخرج من الأرض ملعوناً، وهنا أصبح كل شجر الأرض أو الخشب عموماً اللي خارج من الأرض فعيني الله هو ملعون، لذلك قال الله لما إنسان بيخطئ ويوضع على الخشبة أي على الشجرة وهنا كلمة خشبة التي جاءت في الأصل العبري أو شجرة هي كلمة, كلمة بالعبري اسمها عتس وعتس حينما تم ترجمتها إلى لما جم يترجموا الترجمة السبعينية بتاع السبعين شيخ في القرن الثالث قبل الميلادي هنا في الأسكندرية وقاموا بترجمة العهد القديم قاموا بترجمة الكلمة بتاعت خشبة هنا إلى كلمة إكسيلون في اليوناني وهي هي برضو نفس الكلمة اللي استخدمت في في ملعون كل ما نعلق على خشبة في سفر التثنية نجد حينما قال الله لآدم لأنك أكلت من الشجرة في, في الكلام ده في سفر التكوين فكلمة شجرة وكلمة وكلمة خشبة خدت في المعنى اليوناني كلمة واحدة وهي كلمة اكسيلون، واكسيلون ديت لها استخدام هنعرف بعد كده في اللغة اليونانية ان هي بتعني معاني كثيرة، بتعني معاني الصليب، حينما نقول خشبة الصليب او الصليب نستخدم كلمة اكسيلون، مع ان كلمة الصليب في اللغة اليونانية ستافروس، ولكن كلمة اكسيلون دي كلمة جامعة بتحمل معاني كثيرة، اللي هي الشجرة وكانها هي الأصل. حينما لعن الله الارض فاصبح كل مخرجات الارض، كل ما ياتي من الارض هو ملعون وبسبب هذه اللعنه هو كان ادم والخطيه بتاعته، حينما قال هنا الرسول بولس ان المسيح افتدانا من لعنه الناموس اي من الموت الذي جاء بسبب الوصيه بسبب تعديات تعدي ادم في القديم واصبح فيما بعد البشر حينما جاء عليهم الشريعه فهم يطبقونها بكبرياء ويتفخرون بها أو من لا يستطيع أن يطبق كلمة الله أو الوصية المكتوبة أو الناموس فهنا يأتي تحت لعنة أو يأتي تحت حكم الناموس ولكن المسيح افتدى الإنسان من كل هذا الصار لعنة الأجلنا وهنا الكلام ما معنى كلمة سارة لعنة لأجلنا؟ هل كلمة سارة أي تحول إلى لعنة؟ لا بالطبع، وهو هو نفس قول بولس الرسول حينما قال الذي جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هنا نفس الحكاية أي كلمة حينما قال أن المسيح صار لعنة وقال أيضاً أن هو صار خطية أي أصبح خطية، فهل هنا المعنى أن المسيح صار خطية أو لعنة؟ لا بالفعل. ولكن معنى الكلمه كما قال القديس يوحنا حينما اتى كلمه الله وتجسد قال لك والكلمه صار جسدا بالمعنى هل الكلمة أو ألوهية الكلمة صار جسدا أي تحول إلى جسد لا بالفعل معنى أنه أخذ جسدا أي قبل الإنسانية جسدا ونفسا وروحا بنفس, بنفس الفكر وهكذا شرح القديس أثناسيوس الرسولي أن معنى صار لعنة أي أخذ اللعنة التي سببها الإنسان وأخذ الخطية التي فعلها الإنسان وأدخلها الإنسان إلى العالم فهنا حملها شخص المسيح اللي هو الله الكلمة المتأنس أو الله الكلمة المتجسد وهذا ما يقوله إشعياء النبي في النبوة في صح 53 حينما قال لكن احزاننا حملها وأوجعنا تحملها ونحن حسبنا مصابا مضروبا من الله ومزلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه كلنا كغنم ضللنا من إن كل واحد إلي, ط الى طريقه والرب قد وضع عليه اثم جميعنا ظلم اما هو فتزلل كشاة صاق الى الذبح وكان نعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه فهو ده نفس اللي حصل لأن الأوجاع بتاعتنا والخطايا بتاعتنا هو شالها وتحملها وتكبدها عننا فهو ده معنى أنه هو أخذ الخطية أو صار لعنة أو صار خطية معناه أنه حمل هذه فهو الذي لم يعرف خطية ولم يفعل أي خطية فهو قد قال لليهود من منكم يبكتني على خطية أي من منكم يمسك علي خطية فهذا هو المعنى، وهنا كما يقول القديس بولس الرسول ازمح الصق الذي علينا الذي كان ضدا لنا الذي رفعه من الوسط مسمرا إياه بالخشبة والصق الذي كان علينا في الفرائض هو الخطية فهو سمر الخطية ورفعا إياها على الخشبة كما يقول أي على خشبة الصليب ليا اكسيلون لي ستافروس فالمسيح اخذ الخطيه بتاعت الانسان ووضعها على وسمرها على الخشبه وصارت اللعنه هي التي علقت وهنا نجد امرا ان الخشبه او الشجره القديمه حينما اتى شخص ادم الثاني الذي يقول عنه القديس بولس الرسول الذي هو الرب من السماء حينما تجسد كلمه الله واخذ بشريتنا فهنا حمل اللعنة بتاعتنا والخطية ووضعها على الشجرة القديمة مسمرا إياه أن المسيح كلي الطهارة والبر أعطى للشجرة أي أعطى للصليب أعطى للخشبة بتاعة الصليب أعطاها البر ونقاها وأصبح مصدر فخر فالقديس بولس الرسول يقول كده ان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله واما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله، فهنا يظهر ان علامه الذل والعار واللعنه قديما لان كان كل من يعلق على عود الصليب او يعلق على الشجره او يعلق على الخشبه كان ملعونا من الله ولكن بعدما جاء كلمه الله وقدس الخشبه اي الشجره القديمه التي التي سبب اللعنة لها آدم الأول أصبحت مقدسة بل أكثر من كده أصبحت علامة الحب اللانهائي وعلامة بذل الذات وإنكار الذات فالسيد المسيح حينما قال لكل أحد أو كل أحد أراد أن يتتلمز عليه وأن يتبعه قال ذلك إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني وهنا حتى ان انا عشان اعيش مع المسيح ان انا انكر ذاتي وأحمل الصليب والصليب هنا هو الحياه وتجاربها من اجل الحياه مع الله والبقاء مع الله ليتنا في النهايه نفهم ما هو قصد الله من خلال شرح الكتاب المقدس نفسه وايات الانجيل التي كتبها الاباء القديسون ونعيش هذه الكلمات ونحيا حياه الصليب الذي صار لنا فخرا والذي صار لنا مجدا في حياتنا في في كل شيء نعيشه ونحياه مع الاخرين كان في الكنيسه او في كل المجتمع المحيط في النهايه اشكر حضراتكم على حسن المشاهده منتظرين اسئلتكم على ميل البرنامج الموجود على الشاشه وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج كريدو.